فيما يتعلق بقضية تحديد السن 65 سنة. هذا قرار سيادي للمملكة العربية السعودية للجهات المكلفة بالحج، لا دخل لنا فيه، ويشمل العالم الإسلامي كله. ومنطقيا معروف شنو هو، أنه الناس الأقل هشاشة أو عرضة لقضية الوباء وغير ذلك، يعني تقرر أنه يكون 65 سنة. وجات الحصة ديال كل بلاد 45% من الحصة اللي عندها.